الأعزاء المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعزي أنفسنا وإياكم وكل الشعب السوداني في رحيل أحد الرموز السياسية البارزة على مسيرة سفر التاريخ وحقبه التاريخية السياسية المختلفة. رحل اليوم الأستاذ محمد إبراهيم نجود، سكرتير الحزب الشيوعي، عن عمر يناهز 82 عاما، ومع تسليمنا بإرادة الله وقدره. ولكن يبدو أن العام 2012 عاما صعبا على الشعب السوداني برحيل عدد كبير من أيقونات الشعب السوداني في مختلف المجالات. الوقت القريب ودعنا فيه الشاعر الأديب محمد حسن سالم حميت، وكذلك قبلها ودعنا الفنان الرمز محمد عثمان وردي، واليوم يودع الشعب السوداني أحد رموزه السياسية الأستاذ محمد إبراهيم نجود، سكرتير الحزب الشيوعي، الذي ولد في العام 1930 بمدينة القطينة بالنيل الأبيض، ودرس المرحلة الوسطى بحلفة والمرحلة الثانوية بواحدة من المدارس الكبيرة التي كانت تقبل الأذكياء والمميزين، مدرسة حنتوب الثانوية بمدينة ود مدني. نجد كما تعلمون سفر حافل بالمساهمات الوطنية الكبيرة والمواقف التي تعبر عن صدق الانتماء، انتماء الرجل لفكره. اتفق واختلف الآخرون معه، فهو بدأ حركته النضالية حتى قبل الاستقلال مناهضا للاستعمار ومشاركا بشكل كبير، مما بدأت وقتها أولى العقبات السياسية وأولى الفواتير الباهظة التي دفعها آنذاك بفصله من كلية الآداب لينتقل بعد ذلك إلى بلغاريا ويدرس الفلسفة. 41 عام ظل فيها قياديا يقود الحزب الشيوعي السوداني، مارا بفترات مختلفة خلف قضبان السجون، تارة وتارة أخرى اختفاء في إطار العمل السري. نحن في هذه المساحة نحاول أن نقف على أبرز المحطات باستنطاق عدد من رموز المجتمع من كتاب ومثقفين وزملاء وسياسيين، وأرحب أيضا هنا داخل الاستوديو بالزميل الطاهر حسن التوم. مرحبا بك، البركة فيكم الطاهر. تعازي موصولة للشعب السوداني قاطبة في وفاة الأستاذ الرمز محمد إبراهيم نجود. لا شك أنه واحد من علامات والرموز السودانية بفقدها يعني يجب أن يقف الناس ويتأملوا في واقعنا السياسي وفي تاريخنا السياسي. ولعل محمد إبراهيم نجود هو سوداني، هذا الوصف يعني السعد سوداني لحما ودما وروحا يعني، وتجربته تستحق الكثير من التوقف والنظر. وحقيقة نحن سعيد أنا عبر برنامج مراجعات لنظر في هذه التجربة، ومن خلال جلسات جمعتني به. صحيح لم تكلل جهودنا أن تسجل هذه الحلقات، لكن كنت أعتقد أنه بعد الحلقات اللي جريناها مع الأستاذ عبد الله علي إبراهيم عن تاريخ الحزب الشيوعي السوداني، لا يمكن أن تتكلم عن تاريخ الحزب الشيوعي السوداني دون أن تقف عند محطة الأستاذ محمد إبراهيم نجود. ولذلك كانت الزيارات وكان الحوار مع الأستاذ. وأنا أعتقد أنه الطاهر يعني سنفرد مساحة كافية لهذا الحوار، وسنقدم بعض اللقطات اللي فيها زيارة واستنطاق للراحل المقيم محمد إبراهيم نجود. ونبدأ أول الاتصالات، نرحب بالأستاذ كمال الجزولي الكاتب المعروف. مرحبا بك أستاذ كمال، البركة فينا وفيكم. الله يبارك فيك. يعني ورحل نجود، ماذا يمكن أن نقول برحيل نجود؟ ماذا تفتقد الحركة السياسية وماذا يفتقد السودانيين من سياسي من طراز فريد ظل متمسكا بقضيته وانتمائه حتى لحظاته الأخيرة؟ والله يا أخي يعني من الصعب جدا أن يدعي المرء في هذه اللحظات أنه يستطيع أن يقول أي كلام يفي بقامة يعني نجود وبعطاء نجود وبالمساحة التي شغلها نجود
في الفكر وفي السياسة السودانية والعربية بل والعالمية. برحيله يفتقد السودان طعم السماحة، طعم الرحابة في التعاطي مع القضايا السياسية والفكرية. لم يكن نود على الإطلاق متشمزا يوما أو متعصبا في أي لحظة لرأي مهما اعتقد في صحته. كان محاورا من الدرجة الأولى، وهذا ما نحتاجه في السودان، نحتاجه باستمرار، ليس الآن فقط في هذه الأيام، وإنما ظلنا نحتاجه منذ فجر الحركة الوطنية. وقل هم الذين التزموا بمثل هذه السماحة وهذه الرحابة. نبت نسيج وحده أمة بأسرها من العبقرية، وفي نفس الوقت هو إنسان بسيط يذهب لك ببساطته وب يعني تواضعه الجم وأدبه وتهذيبه رغم العواصف التي تهب من حوله. لاحظت في كثير من الأحيان أنه كان ممكن جدا أن يقول كلاما جافا جافيا في الغد على محاوريه أو قل مساجليه، ولكنه كان دائما على العكس، يختار الكلمة الموضوعية المهذبة، وكان يقتصد في الكلام، لابد كان يتجه نحو غرضه مباشرة وبشكل قاطع وبوضوح دون أن يترك أي مساحة لأوهام أو تفسيرات يعني لم يقصدها. نجد مفكر من الطراز الرفيع، طراز المفكرين يعني الذين في العالم العربي أصبحوا قلة، وقد رحل معظمهم. يعني هو من طراز محمود أمين العالم وحسين مروة وكريم مروة وهؤلاء، هذا النفر يعني الرفيع من المفكرين الماركسيين الذين يعني قدموا الماركسية لشعوبهم من داخل الثقافات الوطنية، من داخل ثقافات هذه الشعوب. لم يكن منبتا إطلاقا، من النادر أن تسمع أنه يعني يتراطن بالماركسية، كان يعيشها وكان يحاضر بها وكان يعني يقدم بها أحاديث في سواء كان في ندوات مغلقة أو في ليالي سياسية، في الاقتصاد وفي الفلسفة وفي علم الاجتماع وفي كل هذه الأشياء. لم تكن تشعر يعني لم يكن أحد ليشعر بأنه نجد يتعالم أو يحاول أن يظهر أنه يعرف شيئا. كان يعني ينسرب بهذه المعرفة الرفيعة، المعرفة النادرة، ببساطة وبيسر وبسهولة. أنا أندهش كيف استطاع أن يجمع نبض بين العبقرية الفذة وبين هذا التواضع الجم وهذه البساطة ونبض يعني أنا يعني عاصرت في لحظات كثيرة جدا، يعني هي لحظات ضيق حقيقي، لحظات ضيق حقيقي لا يطيق كل الناس، ووجدته صبورا جلدا باسلا دون أي ادعاء، بسهولة بيسر يعني. وكان رجل طرفة، نقول كان يجيد الطرفة يعني في أصعب المواقف، نعم. يبحث عن ما يلطف الجو في أكثر الموضوعات تعقيدا، وحين يحزب الأمر ويحتدم النقاش ويبلغ حواف الخصومة هو ينسرب بين الناس بين المتحاورين بطرفه وبخفة ظله، وكأنه يقول لهم إن هذه الدنيا يعني لا تستحق كل هذا
التنافر والتباعد والتشاكس. يمكننا أن نختلف لكن لا أن نتخالف، يمكننا أن نرى وجهة نظر متعددة ولكن بمساحة لكل منا، بمساحة تسمح لكل منا بأن يقول رأيه. وهذا هو أعتقد الميراث أو التركة التي يعني سيخلفها نقول ليس فقط للشيوعيين السودانيين وإنما لكل الشباب السوداني. نعم أستاذ كمال، يعني إن سمحت لي هنالك نقطة يعني نود أن نقرأها معك، وأنت يعني أحد الذين يرصدون مثل هذا السلوك. يعني الراحل المقيم رحل عن عمر يناهز 82 عاما، ولكن بحسابات بعملية حسابية نكتشف أن ثلثي هذا العمر قضاه إما بين السجون، إما مختفيا متمسكا بأيديولوجيته، لا يداهن، لا يتماهى حتى لحظاته الأخيرة. كيف تقرأ هذه الزاوية في شخصية الراحل المقيم، هذا التمسك وهذا هذا الإصرار؟ وأنت تطرقت إلى أن الكثيرين ربما تحدثوا عن انهيار الشيوعية في تجارب أخرى، ولكنه ظل يقدم هذا النموذج وظل يقود هذا الكيان. كما قلت لك، هذا أحد العناصر الأساسية في يعني عبقرية شخصية نبوت، أنه كان صديقا، يعني يشعرك وهو يحاورك أو يعمل معك عملا سياسيا حتى لو كنتما يعني على طرفي نقيض، لكنه يشعرك بأنه أخوك وصديقك وإنك أنت قريب منه وإنك تحبه. هذا أنا أعتقد أنه هذا هو السحر في شخصية نجد. أنا نجد يعني محبوب، أنا أعتقد جازما يعني ولا أعتقد أنه أنا يعني مبالغ في هذا، أنه نجد يعني محبوب من كل الشعب السوداني. يعني أنا لم يصادفني أحد يقول لك أنه يكره نجد أو كذا، حتى إذا أراد أن ينتقد لأنه قاد كسر، ولكن الذين ينتقدونه يتخيرون الألفاظ الرطبة والتعبيرات التي تشبه تعبيراته. نجد يعني رجل فذ في اختيار المفردة والعبارة، وقد رفض الحزب الشيوعي والحركة السياسية السودانية ليس فقط بأفكاره الفذة، وإنما رفضها أيضا بمصطلحات سدها من يعني معاشرته لقضايا الشعب السوداني. يعني تعبيرات لطيفة جدا، وكما يقول الفرنجة to the point، يعني التعبير الذي يستخدمه نجد يبلغ بك المرام فورا، ولا يكون هنالك شيء يتبقى للتخمين أو يعني الظن. فهذا ما تفضلت به أنت، هذا عنصر أساسي في شخصية محمد ابراهيم نجد رحمه الله عليه. نعم، يعني استاذ كمال الجزولي، نحن نعلم ان اللحظات الان صعبه، ولكننا نعي بالتاكيد بافراد مساحات فيها حديث، فيه كثير من المعلومات، فيه كثير من القراءات العميقه التي تتجاوز يعني لحظه الصدمه هذه. نعزي انفسنا واياك والشعب السوداني في رحيل الاستاذ محمد ابراهيم نجد سكرتير الحزب الشيوعي السوداني. شكرا جزيلا أستاذ كمال الجزولي، ونتابع هذه التغطية الخاصة من قناة النيل الأزرق بعد الفاصل.